بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو نوضح طريقة مهمة من طرق إيجاد التكامل. هذه الطريقة تسمى طريقة التكامل بالأجزاء. طريقة التكامل بالأجزاء، في البداية نريد أن نتعرف على بعض الأمثلة لبعض المسائل التي يمكن أن تحل بالأجزاء. بعض الأمثلة: تكامل مثلا x كوساين x dx، أو تكامل x ساين x dx، تكامل x e قوى x dx، أو x تربيع e قوى x، أيضا تكامل x ln x dx، تكامل x تربيع ساين x dx، تكامل e قوى 6x ساين 7x dx، تكامل 2 e قوى جذر ال x dx، تكامل ln of ln x على x dx. كل هذه أمثلة على تكاملات تحل بالأجزاء، وهناك غيرها كثير، لكن هذه الأمثلة إذا نظرنا إليها نلاحظ أن كل تكامل يتكون من دالة، تتكون من جزئين، من دالتين أيضا، دالتين دال مختلفتين كليا. مثلا هذه الدالة x هي دالة جبرية، وكوساين هي دالة مثلثية. هنا هذه جبرية وهذه لوغاريتمية، هذه جبرية وهذه أسية، وهكذا. إذا تتكون من صنفين مختلفين من أصناف الدوال، لا توجد علاقة في الغالب، لا توجد علاقة بين الجزئين، بين الدالتين، هذه جبرية وهذه مثلا مثلثية. ففي هذه الحالة طريقة التكامل بالأجزاء تفيد جدا. التكامل بالأجزاء يكون لدينا تكامل ودالتين F و G، مثلا X وكوساين X DX، وفي هذه الحالة نسمي أحد التكاملين، أحد الدالتين U نفرضه U والآخر نفرضه DV، ثم نجري هذه العملية U، ثم نجد مشتقتها، بعدها نضع DV ونجد تكاملها، يعني واحدة من الدوال نشتقها والأخرى نكاملها، ثم نضرب بهذا الشكل U مضروبا بV ناقصا، نضرب بهذا الشكل V تكامل في دي يو. هذه القاعدة التي تستخدم عادة. طبعا يمكن إعادة، بعض الناس يستخدم ترتيبا مغايرا، لكن في هذا الفيديو سنعتمد هذا الترتيب. الآن هذه هي طريقة حل التكامل، هذا هو التكامل وهذه طريقة حل. الآن يسأل بعض الطلاب: لو كانت لدينا مثلا تكامل x كوساين x dx، كيف لنا أن نحدد يو من dv؟ من هي الدالة u ومن هي الدالة dv؟ ما هو الاختيار الأفضل؟ ما هو الخيار الأفضل أو الأسهل؟ في هذه الحالة البعض يقول لك إذا كان تنظر إلى الأسهل اشتقاقا والأسهل تكامل، الأسهل اشتقاقا هو u والأسهل تكاملا هو dv. نعم، هذه هي الإجابة، لكن بعض الباحثين توصلوا إلى طريقة يمكن من خلالها أن نحدد ذلك بطريقة أسهل بكثير. الطريقة هي تعتمد على كلمة تلخص بكلمة light، حيث كل حرف منها يرمز إلى فصيلة من الدوال. مثلا L logarithmic الدوال اللوغاريتمية، مثلا ln x ال i ترمز للانفرس فانكشنز، وهذه نادرا ما نصادفها في مسائل التكامل بالأجزاء، انفرس أو المعكوس، مثلا ساين انفرس وغيره.
A ترمز إلى المقادير أو الدوال الجبرية الجبرايك، يعني مثلا X X تربيع 3 X زائد 1، كل هذه وغيرها كثير تسمى جبرية. T ترمز إلى تريانجولر أو المثلثية، مثلا ساين اكس كوساين اكس الى اخره. اي ترمز الى الاكسبوننشال، اكسبوننشال يعني الاسيه، مثلا اي قوى اكس اي قوى 3 اكس الى اخره. الان الاولويه للفرض هي من اليسار الى اليمين، هذه هي اولويه للفرض يو. فمثلا اذا صادفنا لوغاريتمك مثلا ln x مضروبا ب x، x هو جبري و ln هو لوغاريتمي، والأولوية تبدأ من اللوغاريتمك فونكشن، فلذلك ال ln سنفرضه u و dv راح تكون x وهكذا. إذا الأولوية تترتب حسب حروف كلمة light. عادة حينما نصادف exponential لا نفرضه في أغلب المسائل، لا نفرضه لأنه له أضعف أولوية في الفرض. الآن هذه القاعدة هل تصدق على كل المسائل؟ الإجابة لا، هذه ليست قاعدة وإنما هي صيغة يمكن أن تفيدنا في التعرف أو الاستئناس بها للحصول على أسهل فرض. هذه تصلح في أغلب المسائل، نستطيع أن نقول 90% من المسائل، لكن هنالك 10% أو ربما أقل لا تصلح عليهم هذه القاعدة، أو هذه إذا لا نريد، لا أريد أن نسميها قاعدة، لنسميها الكلمة التي تحدد أولوية الفرض. هذا الترتيب للأولوية يصدق في معظم الحالات. في الحالات التي لا يصدق فيها الأمر بسيط، فقط نعكس U و DV، الذي الجزء الذي سميناه U نسميه DV والذي سميناه DV نسميه U، الأمر بسيط جدا. الآن لنتعرف على بعض الأمثلة، مثلا لو أردنا أن نجد تكامل X كوساين X DX، إذا نظرنا إلى هذه الدالة تتكون من هذا التكامل يتكون من تكامل لدالة، دالة تتكون من جزئين مختلفين كليا، جزء جبري وجزء مثلثي، والأولوية حسب لايت للفرض U، نفرض U تساوي X لأنه الجبري قبل المثلثي، المثلثي بعد الجبري، إذن U تساوي X، نجد مشتقتها، بعدها نختار DV، DV هي كوساين X، نكامل الكوساين، تكامل الكوساين هو ساين، ثم نطبق القاعدة U times V ناقص تكاملا V DU، وهذا يصبح x sin x ناقصا تكامل sin x dx. الآن الجزء الأول جاهز، x sin x ناقص ما هو تكامل الساين؟ تكامل الساين سالب كوساين x، ونضيف c لأننا كاملنا، والتكامل indefinite يعني غير محدود، لا توجد حدود للتكامل، نضيف c. الآن ناقص ناقص زائد، وهذا يعطي x sin x زائدا كوساين x زائدا c. طبعا زائد او ناقص c لا تفرق لانه c فقط كونستانت سواء كان موجبا او سالبا. اذا هذا التكامل x كوساين x dx جوابه x ساين x زائدا كوساين x زائدا c. الان من الامثله التي يمكن ان نتعرض لها تكامل e قوى x sin x dx. هذا التكامل ليس
سهلا، أعني ليس تقليديا، بمعنى أننا لا حينما نحل هذا التكامل علينا أن نفكر قليلا بالخطوات، لكن في البداية، البداية هي نفسها، لدينا دالة تتكون من جزئين من فصيلتين مختلفتين، أحدهما لوغاريتمي والآخر هو مثلثي، والأولوية للمثلثي لأنه الإي تأتي في آخر كلمة لايت، لذلك نفرض يو تساوي ساين إكس، هذه يو وهذه دي في، دي دي في هي إي قوى إكس، إذا كانت يو عبارة عن ساين إكس فإن دي يو هي كوساين إكس دي إكس، الآن دي في هي إي قوى إكس، ومن الجميل أن الدالة إي قوى إكس تكاملها هو نفس اشتقاقها. الآن نطبق القاعدة يو في ناقص تكامل في دي يو، ونحصل على إي قوى إكس ساين إكس ناقصا تكامل إي قوى إكس كوساين إكس دي إكس. إذن تكامل الإي قوى إكس ساين إكس يساوي دي إكس يساوي هذا المقدار. لكن إذا نظرنا إلى الإجابة، الإجابة ليست إجابة نهائية لأن هذا أيضا تكامل يحتاج إلى أجزاء مرة أخرى. إذن هذه من المسائل التي نحتاج فيها إلى إجراء الأجزاء مرتين، تكامل بالأجزاء مرتين. طيب الآن لنأخذ هذا الجزء ونشتغله على حدة، تكامل إي قوى إكس كوساين إكس دي إكس، وكما لاحظنا أنه هذا له الإكسبونينشال له أضعف أولوية للفرض، فلذلك نفترضه دي في والكوساين هو يو، الآن يو تساوي كوساين إكس دي يو هي سالب ساين إكس، ودي في هي إي قوى إكس تكاملها هو نفسه إي قوى إكس. الآن نجري التكامل يو تايمز في ناقصا تكامل في دي يو كوساين إكس مضروبة بالفي إي قوى إكس ناقصا تكامل إي قوى إكس مضروبة بسالب ساين إكس دي إكس. نبسط أكثر، إي قوى إكس كوساين إكس ناقص، لدينا إشارتي سالب، هذه الإشارة وهذه الإشارة، فلذلك تصبح موجب تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس. إذن هذا ناتج التكامل إي قوى إكس كوساين إكس، وحصلنا على مقدار أيضا يحتاج إلى تكامل بالأجزاء. من غير المنطق أن نستمر في هذه الدوامة، لأن كل مرة سنحصل على نفس التكاملات ولا ينتهي الحل. طيب هل هنالك طريقة يمكن أن نحتال فيها على هذه المسألة؟ الآن let's do the original integral، تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس أصبح يساوي هذا التكامل الأصلي يساوي هذا المقدار إي قوى إكس ساين إكس ناقصا هذا التكامل، التكامل إي قوى إكس كوساين والذي حسبناه ووجدنا أنه يساوي هذا المقدار. إذا نضع إي قوى إكس كوساين إكس زائدا تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس. الآن ندخل الإشارة السالبة، إي قوى إكس ساين إكس ناقصا إي قوى إكس كوساين إكس ناقصا تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس. الآن هنا يمكن أن نحتال على هذه المسألة لكي لا نحصل على دوامة لا تنتهي من التكامل بالأجزاء. إذا نظرنا إلى هذا المقدار، المقدار يتكون من مقدارين هما طبق الأصل نفس بعض، هذا وهذا. لو أحضرنا هذا المقدار إلى الطرف الأيسر يصبح لدينا تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس، ويصبح هذا زائدا لأن نقلنا للطرف الآخر، تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس.
أما ما تبقى في الطرف الأيمن هو فهو إي قوى إكس ساين إكس ناقص إي قوى إكس كوساين إكس. الآن هذان الشيئان متساويين، فلذلك تكامل إي قوى إكس ساين إكس زائدا نفسه هو 2 تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس، وأما الطرف اليمين فهو إي قوى إكس ساين إكس ناقص إي قوى إكس كوساين إكس. آخر خطوة لإيجاد تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس، ما علينا إلا أن نقسم على 2، نقسم الطرفين على العدد 2، إذن الناتج هو تكامل إي قوى إكس ساين إكس دي إكس هو نصف إي قوى إكس ساين إكس ناقص نصف إي قوى إكس كوساين إكس، وبما أن التكامل غير محدود نضيف سي، وهذا هو الناتج. إذن هذه من المسائل التي احتجنا فيها إلى إجراء التكامل بالأجزاء مرتين. الأمثلة كثيرة في هذا الموضوع. مثلا يمكن أن نتعرض إلى بعض المسائل التي نحتاج أن نجري طريقتين من التكامل مختلفتين، مثلا أن نبدأ بالتكامل بالتعويض ثم نختمم المسألة بالتكامل بالأجزاء. من الأمثلة تكامل 4 إي قوى جذر الإكس دي إكس. كيف نجري هذا التكامل؟ هذا التكامل إذا أردت أن تجري الأجزاء، المشكلة أن إي ليست قوة إكس وإنما إي قوة جذر الإكس هو مقدار مركب، هذه دالة مركبة، إذن نحتاج التعويض. فنبدأ المسألة بالتعويض ثم نتمها بالأجزاء. فنفترض W تساوي جذر الإكس، وبالتالي DW نشتقها هي عبارة عن A. الآن جذر الإكس هي إكس قوة نصف، حينما نشتقها بالنسبة للإكس نصف إكس قوى سالب نصف دي إكس. الآن يمكن تبسيطها، بما أن إكس قوى سالب نصف حينما نجلبها إلى أسفل تصبح موجب نصف، ونعلم أن إكس قوى نصف هي جذر الإكس، so DW هي عبارة عن 1/2 جذر الإكس دي إكس. الآن نريد أن نجد دي إكس لأننا نعوض، الآن نستبدل كل إكس ب W أو نحل W محل كل إكس. الآن دي إكس تصبح فقط نضرب هذا المقدار ب DW فيصبح لدينا 2 square root X DW. الآن نذهب إلى التكامل، التكامل يصبح تكامل 4 إي قوة جذر الإكس، جذر الإكس هو W times dx، dx هو 2 جذر x dw، لكن بعد الفرض لا يجوز أن يتبقى لدينا x، فلذلك نضع جذر x تساوي w، فيصبح لدينا التكامل 4 ضرب 2 8، نخرجها خارج التكامل، e قوى w times w dw، أو نستطيع كتابتها 8 تكامل w e قوى W DW. الآن قبل أن الآن لإيجاد هذا التكامل، هذا التكامل الآن هو تكامل بالأجزاء. ليش؟ لأنه لدينا مقداران مختلفين من حيث الفصيلة، هذا جبري وهذا أسي، إذن نحتاج نستخدم الأجزاء، التكامل بالأجزاء. فنجد هذا التكامل ثم نضرب بثمانية، تكامل W إي قوى W دي W، نستخدم الأجزاء، دائما الأولوية آخر أولوية بالفرض للإكسبوننشال، لذلك الـ W راح تكون U والإكسبوننشال دي في. الآن U تساوي W، W تخيل أنها X وتعامل نفس المعاملة، DU عبارة عن DW. الآن DV هي E قوى W، وتكامل E قوى W هي نفسها. الآن نطبق القاعدة U times V ناقصا تكامل V times DW.
فيصبح لدينا W مضروبة في E قوة W ناقصا تكامل E قوة W DW. لكن من المعلوم أن تكامل E قوة W هي نفسها ونضيف C. هل انتهت المسألة؟ لا، لم تنتهي المسألة، لأنه لدينا الناتج مكتوب بدلالة W والمسألة الأصلية مكتوبة بدلالة X، فلذلك نستخدم الفرض. الفرض يقول كل W هي عبارة عن جذر X، وهذا هو الناتج النهائي. إذن تكامل، آسف، هو الناتج النهائي للتكامل W E قوى W، لكن يجب أن نضرب بالعدد 8. الآن إذا التكامل 4 E قوى جذر X DX هو 8 مضروبة بجذر X E قوى جذر X ناقص 8 E قوى جذر X زائد C. لو ضربنا C ب 8 هذا لا يؤثر، تبقى C مقدار ثابت. إذا أردت أن تضع C1 لا مشكلة في ذلك، لا ضير في ذلك. يعني هنا أنه 8 ضرب C، وتستطيع أن تسميها C1 أي constant. إذن هذه المسألة احتجنا إلى التكامل بالتعويض ثم بالأجزاء. المسائل متنوعة وكثيرة وتعتمد على ممارسة الطالب لحل المسائل. آخر فكرة هنا أريد عرضها، أنه ماذا لو كان التكامل محدودا؟ يعني نفس المسألة، تكامل X E قوى X DX من صفر إلى واحد، في هذه الحالة التكامل محدود. الآن سأظهر لكم عملية حل، كيفية حل هذا التكامل، التكامل حينما يكون محدودا، وما ينطبق على هذه المسألة ينطبق على كل مسائل التكامل بالأجزاء. الآن بنفس الطريقة، هذا U وهذا DV، ونجري التكامل بالأجزاء. U عبارة عن X، إذن DU هو DX، DV هي الإكسبوننشال، V هي نفس الإكسبوننشال. الآن التكامل هو U times V minus تكامل V DU، ويصبح لدينا X E قوى X ناقص تكامل E قوى X DX. لكن لاحظ أن التكامل محدود، إذن يجب أن أغير في الصيغة. نغير الصيغة بأن حينما نجد U times V نعوض صفر وواحد، وفي التكامل نعوض صفر وواحد فقط. هذا الاختلاف، أننا نعوض قيم التكامل في الجزء الأول، وأما في جزء التكامل فنضع حدود التكامل كما هي. الآن نعوض هذه القيم، نعوض واحد هنا، واحد E قوى واحد ناقص نعوض صفر، صفر E قوى صفر، هذا هو المقدار الأول ناقص المقدار الثاني تكامل E قوى X هو E قوى X، ونجده من صفر إلى واحد. لأن تصبح المسألة واحد ضرب E قوى واحد هي E، ناقص صفر ضرب E قوى صفر هي صفر، ناقص الآن E قوى X نعوض واحد في البداية الحد العلوي، ثم نعوض الحد السفلي ناقص E قوى صفر. يصبح لدينا E، أدخل السالب ناقص E، أدخل السالب تصبح موجب، نعكس الإشارات، هذا يساوي صفر، والناتج E قوى صفر. E قوى صفر تساوي واحد، أي عدد مرفوع للقوة صفر يساوي واحد ما عدا الصفر نفسه. يعني مثلا صفر قوة صفر هذا undetermined undefined أو أحيانا بسموها undetermined. لكن خمسة قوى صفر تساوي واحد. هذه بعض الأمثلة والتوضيحات لطريقة التكامل بالأجزاء. الموضوع طويل جدا، لكن أتمنى أن أكون في هذا الفيديو قدمت شيئا فيه فائدة لطلابنا الأعزاء، وشكرا جزيلا.